في أيام في نهار رمضان تكون رايقة والشغل فيها قليل، فأفضل أني أعمل حاجات تكون بسيطة على الفطور بس في نفس الوقت تكون مغذية ومتكاملة. خلوني أوريكم كيف عملت شوربة المنستروني بشوفان كويكر اليوم. عشان أعمل الشوربة أحتاج مكونات أساسية اللي هي الخضار، فغسلتها وقشرتها عبارة عن جزر، بصل، كوسة وبطاطس، كلها مكعبات صغيرة. وبعد كده سخنت زيت زيتون في طنجرة وأضفت عليه البصل، ولازم أقلبه ألين ما يذبل تماما. أضفت عليه معجون طماطم وعصير طماطم مهروس، وحقلبها لمدة 5 دقائق ألين ما يبدأ يتسبك معايا. أضفت الخضار المقطعة ومعها 1 مكعب مرقة دجاج، أوراق ريحان فريش، وملح وفلفل أسود عشان أضبط النكهات، وححط عليها موية مغلية، وآخر حاجة ححط شوفان كويكر وأقلبها وأخليها تنطبخ مغطاية ألين ما الخضار تستوي. وهذه هي شوربة المنستروني بالكويكر، شوربة مغذية ومتكاملة على سفرة رمضان، وبالعافية عليكم.